مرحبا بكم جميعا. النهارده ان شاء الله البرزنتيشن عن Elastic Stack and Cloud Native Architecture. هنوضح الريليشن ما بين الإلاستيك ستاك والكلاود نيتف، وازاي الإلاستيك ستاك فعلا بيطبق الكلاود نيتف برنسبلز، وده اللي هنشوفه من خلال السلايد ان شاء الله، من خلال البرزنتيشن. في اخر البرزنتيشن ان شاء الله هيكون في توضيح للادد بزنس فاليوز لاستخدام الإلاستيك ستاك. نبدأ الأول هو تز كلاود نيتيف. طبعا الترم ده كويند في بداية العقد الثاني، يعني من بعد 2010 تقريبا، أو ممكن يكون خلال يعني قبل 2010 بشوية أو بعد 2020 بشوية. وكان ده نتيجة الإميرجينج إن كلاود سيرفيسز. بدأنا نشوف ظهور مثلا الـ AWS، الأجر، جوجل كلاود. فبدأ يكون في نوع من انواع كوينينج او تعريف للكلاود ابس او الكلاود سيرفيسز، وازاي انت بتعمل السيرفيس نفسها تبقى كلاود نيتيف، يعني هي فعلا بتطبق بتمبلمنت الكلاود برنسبلز. طبعا في حاليا دلوقتي نقدر نقول اورجانيزيشن اللي هي سي ان سي اف كلاود نيتيف كومبيوتينج فاونديشن، ودي ان شاء الله هنشوفها مع بعض بعد البرزنتيشن خلال دقيقه او دقيقتين ان شاء الله. هعمل لكم زي ديمو كده، او نقدر نشوف نعمل نافيجيشن على ايه الحاجات الموجوده جوه الاورجانيزيشن اللي بتعمل. الديفينيشن بتاعهم بيقول ان الكلاود نيتيف تكنولوجيز امباور اورجانيزيشن تو بيلد اند ران سكيلابل ابلكيشنز ان مودرن دايناميك انفايرمنتس. بنتكلم على سكيلابل ابلكيشنز ان مودرن دايناميك انفايرمنتس such as البابليك كلاود، private public environment, private environment and hybrid cloud. طبعا احنا الكلمتين دول معناها ان في حاجه هنا الابلكيشن نفسه انا اقدر يكون موجود private، ممكن يكون public، ممكن يكون في الاثنين. الابلكيشن ممكن يتنقل من environment لانفايرمنت ثانيه من غير ما اعمل كود ريفاكتورنج. طبعا هم قالوا ده اكزامبل هنا الكونتينرز سيرفيسز او سيرفيس مش مايكرو سيرفيسز اميوتابل انفراستراكشر اند ديكلاراتيف اي بي ايز اكزامبليفاي ذس ابروتش. طبعا كل كلمه من دول ليها سيشن لوحدها، كونتينرز لها سيشن لوحدها، سيرفيس ميشز لها سيرفيس، يعني كل واحده كل كلمه من دول. فانا حبيت ان انا اقول ان انا اتشيل ايه هو الكلاود نيتيف ده، من ده اجتهاد من عندي يعني، فممكن يكون ان شاء الله حرف صواب يعني. بيلدينج كونتينرايزد ابلكيشنز، وانا مصمم على كونتينرايزد انا كونتينرايزد ابلكيشنز كومبلاي وذ كلاود برينسيبلز. كومبلاي وذ كلاود برينسيبلز، والاكزامبل هنا في الكلاود برينسيبلز طبعا البدايه كانت مع ال 12 فاكتور، وال 12 فاكتورز انا برضك يعني خلينا نعدي عليهم كده خلال دقيقتين ان شاء الله او ثلاث دقائق، لان هي مهمه جدا يعني ان احنا نعرف ال 12 فاكتور، لان هم دول البيلرز بتاعه الكلاود نيتيف تكنولوجيز. رقم واحد كود بيز، احنا عندنا one code base used for different or different releases and environments. يعني مثلا the same code base used for development, for testing, for production. تاني principle، معلش انا همشي سريع في الكلاود في tool factor، انتوا بعد كده ان شاء الله اي حد يقدر يخش على في references سلايد فيها كل references اللي انا جبت منها المعلومات، تقدروا تخشوا على references وتشوفوا الديتيل. طيب احنا قلنا البرنسبل الاولاني كود بيز، البرنسبل الثاني ديبندسيز. احنا بنتكلم هنا ان كل سيرفيس او كلاود سيرفيس هاف تو بي ايزوليتد فروم اذر كلاود سيرفيسز، فبالتالي بتبقى نقدر نتكلم نقول بورتابل، يعني فيها الديبندسيز بتاعتها، فيها كل حاجه موجوده يعني انكابسوليت ايفريثينج نيد باي سيرفيس تو ران ايزوليتد فروم اذر سيرفيسز. Second third principle configurations. In configuration زي ما كنا بنعمل قبل كده موجودة في web.config .net for example. Configuration have to be isolated from the application على configuration service، أو مثلا لو احنا بنتكلم على Kubernetes على config map. Fourth backing services. السيرفيس نفسها لو بتكلم مثلا محتاجه كاشنج، محتاجه داتا ستور، محتاجه مسج بروكر، تتعامل برضك بره السيرفيس، ما تتعاملش جوه السيرفيس. فيفث البيلد ريليز ران.
Each release must enforce a strict approach across the build, release, and run. So each should be tagged with unique ID support ability to roll back. احنا بنتكلم دلوقتي ان البيلد والريليز بيبقى لها مع كل ريليز بيبقى فيه ID وده نقدر نقول ان البرنسبل ده هو المستخدم حاليا فعلا من المودرن سي اي سي دي بحيث ان انا وانا بعمل بيلد او بعمل ريليز ريليز لها ID او تاج بحيث ان انا لو حبيت اعمل رول باك اعمل رول باك لو هي بالتارجت انفايرمنت معينه هي فعلا بتروح الانفايرمنت التارجت بتاعها. البروسيس البروسيس نفسها في الكلاود لازم تبقى لازم تبقى نقدر نقول ان كل سيرفيس عندنا لها الايزوليتد بروسيس بتاعتها. 7 بورت بايندينج كل سيرفيس لها اي بي ايز طالعه منها ولها بورت خاصه بيها علشان اكسس الاي بي ايز بتاعتها. 8 كونكرنسي لو انا عايز اعمل كونكرنسي او عايز اعمل سكيلاب يعني عايز اعمل سكيلينج على السيرفيس نفسها الكونكرنسيز يعني انا اقدر ارن اكتر من انستانس من نفس السيرفيس فازاي الهاي افيلابيليتي عندنا احنا بنستخدمها مع الفي ام. ديسبوزابيليتي السيرفيس نفسها لازم تبقى ديسبوزابل بمعنى لازم يكون في نقدر نقول graceful shutdown to leave the system in correct state ان انا اقدر لو انا عملت shutdown الدنيا فعلا بتقفل بالشكل الطبيعي بحيث ان انا اقدر اعمل اقوم السيرفيس تاني او لو انا حبيت اعمل scaling للسيرفيس نفسها اقدر اعمل scaling بشكل سريع وبشكل نقدر نقول كان on the fly يعني السيستم شغال والدنيا ما شغاله معايا. Dev property ده ال 10th principle keep environment across the applications life cycle is similar as possible يعني احنا بنحاول نخلي ان كل environments قدر الامكان متشابهه زي بعضها زي ما احنا بنقول كده مثلا ان البري برود والبرودكشن have to be او must be identical environments. اللوجينج وده principle مهم جدا وده داخل معانا في البرزنتيشن النهارده. Treat logs generated by macro surface او surface نفسها يعني as event streams يعني اللوجز مش ما بنحطهاش جوه فايل على الاستورج او جوه الابلكيشن نفسها لا انا ايفنت ستريم انا عندي لوج اللوج برميه على ايفنت ستريم زي فار اند فورجيت اللوج بعد كده في سيستم ثاني انترستد باللوج ده تبدا تشتغل عليه وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله مع الاليستيك ستاك. اخر برنسبل عندنا الادمن بروسيس احيانا بحتاج ان انا اعمل ادمن بروسيس على السيرفيس نفسها هي ما بتتمش من اللايف من البرودكشن هي بتتم في البرودكشن انفايرمنت لكن ما بتتمش من السيرفيس نفسها اللي عليها البيزنس بتتم من سيرفيس ثانيه. خلاصه الكلام ده كله في ال 12 فاكتور برنسبلز هنلاقي ان احنا عندنا في الاخر سيرفيس ايزوليتد اندبندنت بورتابل والسيرفيس دي في الاخر هي فيها بيزنس بس اي حاجه نوت ريليتد للبيزنس زي ما انتم شايفين كده طلعت بره بقت موجوده في اللي احنا هنشوفه حاليا دلوقتي ان شاء الله. طبعا ده الكلاود نيتف لاندسكيب خلال دقيقه كده ده اللاندسكيب الديفايند من الكلاود نيتف كومبيوتنج فاوندري واللي احنا عايزين نشوفه هنا هنشوف فين مكان طبعا هم عندهم كاتيجورايزيشن وتقسيم هنا وان شاء الله زي ما اتفقنا في اخر البرزنتيشن هنبدا اوريكم زي ازاي نقدر نستخدم الويب سايت ده بحيث ان احنا نافيجيت فعلا الكونتنت الموجود جواه. لو شفنا هنا في المونيتورنج هنا انا عامل زوم حاليا دلوقتي الزوم شغال معاكم يا جماعه شغال كويس يا هشام تمام هنلاقي عندنا هنا في المونترنج هنلاقي من الاليستيك ستاك موجود معانا البيتس هنلاقي في اللوجينج موجود معانا من الاليستيك ستاك معانا لوج ستاش معانا الاليستيك هنلاقي هنا في التريسنج هنلاقي موجود معانا الاي بي ام الاليستيك اي بي ام فنقدر نقول ان الاليستيك كومبوننتس نفسها جزء من الكتالوج بتاع الكلاود فاوندري. طيب نبدا نشوف اكزامبل اوف كلاود نيتف ابلكيشن الانفايرمنت نفسها لوجيكال انفايرمنت عامله ازاي. احنا طبعا شرحنا 12 فاكتورز 12 فاكتورز بتاخدنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا في الاخر لير اسمها الكور بزنس. كور بزنس دي زي ما اتفقنا البزنس كله موجود في سيرفيس اندبندنت ايزوليتد ليها انترفيس معين انا بكلم الانترفيس ده كوميونيكيشن بيتم منهم بشكل نقدر نقول ما فيهوش كابلنج الكوميونيكيشن بيتم بشكل نقدر نقول يعني بيتحقق فيه حاجتين مهمين جدا نقدر يعني عايز اقول ايزوليتد وفي نفس الوقت في كوهيرنس في الكوميونيكيشن بينهم.
بتتعمل ازاي ديت؟ بتتعمل عن طريق ان احنا implement 12 فاكتورز نفسهم، وهنشوفها ان شاء الله في السلايدز واحنا ماشيين. الاكزامبل هنا احنا بنشوف عندنا الدنيا دلوقتي بقت مقسومه ان في عندنا كلاينت شانلز ابستراكتد او بتانترفيس مع الكلاود سيرفيسز عن طريق اي بي ايز من الاي بي اي مانجر اللي موجود في الايدج لاير او الايدج سيرفيسز. الايدج لاير هنا وظيفتها ان هي بتايزوليت او بتانتجريت الكلاينت شانلز وات ايفر الكلاينت شانل ده بالنسبه لنا ايه؟ ويب موبايل بوت وات ايفر اللي هيكون معانا هنا في القناه. ممكن يكون في حاجه جديده قدام هتنضاف معانا في الكلاينت شانلز. الكوميونيكيشن بينها وبين الكلاود سيرفيس بيتم عن طريق اي بي ايز. طبعا في سبورتيف سيرفيس ثانيه في الايدج زي مثلا احنا بنتكلم على الايدنتيتي، بنتكلم على السيرش سي دي ان سي ام اس داتا فيجواليزيشن. ده بيديني امكانيه ان انا بيبقى عندي اي بي ايز هيدلس اي بي ايز طالعه من الكلاود سيرفيس نفسها. ممكن ذا سيم اي بي اي يوزد باي ويب اند موبايل ابلكيشن. فشوفوا كميه نقدر نقول ايه الاجيليتي لو انا بعمل ديفلوبمنت الاي بي اي واكثر من كذا فرونت اند ابلكيشن بيستخدمها. ازاي اقدر اعمل منها اي بي اي فيرجننج؟ في كلام كتير جدا في الجزئيه دي. من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين برضك نبص عليها الحاجات اللي هي الكومن سيرفيسز زي الاوبزرفابيلتي سكيورتي كونفيجريشن بيج داتا اذر، وده امبلمنتيشن للكلاود فاكتوري الكلاود سوري 12 فاكتورز برنسبلز. احنا عندنا هنا تو كولرز او بمعنى صح الكلر اللي هو البلو كولر هنا هو احنا بنريفير ليه للدايناميك اركتكشر. ودايناميك اركتكشر هنا عشان اكون بس اكون واضح معاكم هي كلمه مطاطه شويه يعني، بس خلينا نستخدمها هنا بالشكل بتاعها. المقصود بالدايناميك اركتكشر هنا الجزء اللي هو فعلا بيتغير مع البيزنس بشكل فريكوينت يعني في فريكوينتلي بيتغير كتير. لكن هل الاجزاء الثانيه الاستاتيك اركتكشر الحاجات الثانيه اللي هي مش دايناميك ما تتغيرش؟ لا ممكن تتغير بس الفريكوينسي بتاعها مش زي الدايناميك اركتكشر. الاستاتيك ممكن يفضل معايا كتير يعني مثلا انا عندي اوبزرفابيلتي عندي مثلا اي بي اي مانجر او ايدنتي اند يوزر اكسس دول ما بيتغيروش كتير يعني السيستم نفسهم شغال معايا. حاجه ثانيه نقطه ثانيه لو انا بعمل ديزاين لابلكيشن من ابلكيشن لابلكيشن ثاني هلاقي نفس التغييرات كلها او التغييرات اللي بتتم في الاركتكشر موجوده في الكور بزنس لكن بقيه السيستم عندي ثابت. فعشان كده احنا بنقول يعني ايه دايناميك اركتكشر يعني. تمام. الاستك ستاك خلينا نبدا مع الاستك ستاك. وبصراحه يعني انا خلال تحضيري للبرزنتيشن انا امبريست بال الفيتشرز والسيرفيسز اللي هي فعلا موجوده في الالاستيك ستاك وده اللي احنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله. طبعا احنا بنيجي نتكلم عن الالاستيك ستاك الكور بتاعه زي ما انتم شايفين دي اكسبريسيف دايجرام يعني انا اخذته من على الالاستيك ويب سايت. انا بصراحه حاولت اعمل الدايجرام بتاعي لكن انا لما شفت الدايجرام ده حاجه فعلا سو اكسبريسيف. احنا بنتكلم هنا عندنا الكور او المين سيرفيس عندنا ودول الاساسي في بالنسبه لنا هي الالاستيك سيرش اللي هي فيها الكونتنت بتاع الداتا نفسه. طبعا كونكتد معاها هنا في الباك اند لوجستاش والبيتس. واحنا لسه هنشوف البيتس واللوجستاش اهميتهم ازاي يعني احنا لما نيجي نتكلم مثلا على اللوجستاش احنا بنقدر نكولكت داتا من اي مكان انجست الداتا ديت نقدر نسلمها للالاستيك سيرش. الكونتنت ده بيتعمل له اندكسنج بعد كده بستخدم الكيبانه بحيث ان انا اقدر اعمل اوبريشنز كتير على الداتا اللي موجوده في الالاستيك سيرش داتابيس. الالاستيك ستاك ده ادى لوجود مين برودكت ات الاستيك اسمها ايه شركه الاستيك يعني زي مثلا انتربرايز سيرش. بنتكلم على الاب سيرش ده المعتاد بالنسبه لنا ان احنا عندنا كنت يعني زي داتابيس فيها داتا وبنسيرش عليها. هم طبعا عندهم اب سيرش احنا ممكن توصلوا ممكن تستخدمه ممكن تربطه اكسبوز اي بي ايز تستخدمها من عندك من ابلكيشن وات ايفر سواء كان ويب او كان مثلا موبايل. السايت سيرش زي مثلا جزء زي جوجل كده ما بيعمل كراولنج على الويب سايت ويطلع الكونتنت. فلو انا عايز اعمل سيرش على الويب سايت اتسلف اقدر اعمل سيرش على باستخدام السايت سيرش. ورك بليس هم اضافوا كمان ورك بليس سيرش. فاحنا حتى احنا دايما بشوف يعني لو انا متابع لسه بقالي فتره من زمان يعني فسبحان الله الناس دي فعلا مثال واضح جدا او نقدر نقول مثال يحتذى به عمليه التطوير بتتم ازاي وازاي الناس فعلا دول عندهم فيجن ان هم يطوروا نفسهم من فتره لفتره ثانيه.
وطبعا بيساعدهم ان هم اتباعهم للستاندرزيشن، تطبيقهم للكلاود نيتف برنسبلز، ده ساعدهم حتى كمان ان هم فعلا يبقى عندهم الاستيك سيرفيسز. طيب نكمل برضك معانا هنا الالاستيك، ده السكند برودكت، سكند مين برودكت اوف الاستيك ستاك. احنا بنتكلم على الالاستيك اوبزرفابيلتي، ودي مهم جدا، سواء كنا بنتكلم على ابلكيشن بيرفورمانس مونيتورنج، اللوجز، واللوجز طبعا دي مهمه جدا لان هي ده الكونتنت بتاعي اللي بطلع بيه بالاي بي ام، بطلع بيه بالميتريكس، بطلع بيه بالاب تايم. اللوجز دي كولكتد ازاي؟ زي ما احنا شفنا هنا كده في الدياجرام هنا، لحظه كده بس استخدم البوينتر. هنا احنا عندنا هنا البيتس واللوجز تهاش، دول بيلعبوا دور مهم جدا في نقطه موضوع او في نقطه ان انا بكولكت اللوجز. اللوجز دي باي ذا واي يا جماعه هي بتتجمع منين؟ هل هي بتتجمع من السيرفيس، ولا بتتجمع من الكونتينر، ولا بتتجمع من الفيرشوال ماشين، ولا من النيتورك نود، ولا من ديفايس معين؟ بتتجمع من الحاجات دي كلها. فعمليه تجميع او كولكتنج للوجز نفسها مش عمليه سهله، انا بجمعها من حاجات من اماكن كتيره جدا، بحطها في الالاستيك سيرش داتابيز. بعد كده بيبدا بقى التولز اللي عملتها الاستيك نفسها زي الاي بي ام، زي الميتريكس، زي الاب تايم، تبدا تديني انسايت على الداتا اللي هي كولكت الداتا ديت عن طريق كيبانا اللي بتلعب دور الداتا فيجواليزيشن هنا. اخر حاجه مهمه انضافت من الاستيك سكيورتي، ودي حاجه بصراحه اضافه مهمه جدا واضافه جميله جدا من الاستيك، من الاستيك نفسهم، من الاستيك ستاك، ان هو عنده كونتنت دلوقتي، فالكونتنت ده يقدر يعمل عليه ماشين ليرنينج، يقدر يعمل له اناليسز، يقدر يشوف هل فعلا في بريتشز موجوده هنا، هل في داتا مش طبيعيه، هل انا محتاج اخد اكشن على الداتا ديت. طيب حاجه ثانيه كمان، قال انا كده كده برضك بكولكت لوجز من النتورك نودز، من السيرفرز نودز نفسها، ما انا ممكن اعمل بردك عليها اون ذا فلاي او ريل تايم اناليسيس، بحيث ان انا بريفنت اي بريتشز على النودز الموجوده عندي. فدي فعلا من الاضافات الجميله اللي عندنا. ده ملخص ان ايه الالاستيك ستاك اللي موجود عندنا، وايه البرودكتس اللي هي بيزد على الالاستيك ستاك. طيب النكست سلايد، احنا محتاجين بقى نربط الدنيا ببعضها، نربط الالاستيك ستاك بالاكزامبل اللي احنا اديناه للكلاود. سوري معلش، احنا هنا السلايد ديت لسه ده اكزامبلز من اليوز كيسز للالاستيك ستاك. احنا عندنا رقم واحد سيرفيس افيلابيليتي باستخدام البيتس. هنا احنا بنستخدم الهارد بيت كسب كومبوننت من البيت، بنقدر نعرف الاب تايم، يعني الافيلابيليتي بتاعت السيرفيس نفسها. سكند يوز كيس، احنا بنتكلم على كونتينر او السيرفيس لوجز نفسها لو ما فيش كونتينر، لكن احنا يهمنا كونتينر يعني. بنلاقي ان اللوج ستاش هو بيأكت از او بيبلاي از ايفنت ستريمر هنا. المونترنج، ودي احنا كنا لسه متكلمين عليها حاليا من شويه. كيبانا از اداتا فيجواليزر او داتا فيجواليزيشن. طيب نيجي هنا، ده اللي كنت بتكلم عليه من شويه، حته موضوع المابنج ما بين الاستيك ستاك اند كلاود نيتف اركتكشر. انا اقدر اوظف الكومبوننتس نفسها، هو ده السؤال. اقدر يعني الاستيك ستاك انا شايف ان هو حاجه كويسه، اوظفها ازاي هنا في المودرن ديزاين، او نقدر نقول على يعني في المودرن ديزاين، في الليرز نفسها بتاعت الاركتكشر عندي. فده ده اجتهاد هنا، ان احنا عندنا هنا لما بنيجي نتكلم على الكومن سيرفيسز، انا عندي اوبزرفابيلتي، بتكلم بردك على السكيورتي، انا بتكلم هنا على السكيورتي على الانفايرمنت نفسها، لان خلي بالكم عندي هنا ايدنتيتي اند يوزر اكسس، دي حاجه ثانيه. بتكلم على البيج داتا ودور البيج داتا مع الالاستيك. طبعا في علاقه قويه جدا ما بين الالاستيك ستاك وما بين البيج داتا، بس بصراحة أنا ما قلتهاش هنا بتفصيل في السلايدز، بس أنتم ممكن تشوفوها عن طريق اللينكس الموجودة إن شاء الله. إيه تاني ممكن أوظف في الإلاستيك ستاك كومبوننتس؟ إيه الأماكن التانية؟ أنا عندي السيرش، طبعًا السيرش ده رقم واحد بالنسبة لي، وإلاستيك واضحة جدًا أقدر نقول الليدر في حاجة زي كده على مستوى الماركت. عندي الداتا فيجواليزيشن لكيبانا، كيبانا فعلا فيها امكانيات للداتا فيجواليزيشن رهيبه، الاكستندابيلتي اللي موجوده في كيبانا تقدر تخليني اقدر استخدم الداتا فيجواليزيشنز مش على الكونتنت كمان بتاع الالاستيك اللوجز والسيرش، لكن ليه ما اوظفهاش في حاجات ثانيه؟ واحنا هنشوف ليه دي من ضمن الادد بزنس فاليوز في الالاستيك ستاك. عندي الداتا وعندي الانتجريشن سيرفيسز، نقدر نشوفهم 1 باي 1. نشوف الاول رقم واحد السيرش، طبعا زي ما اتفقنا السيرش ممكن يبقى الاب سيرش او ممكن يكون ويب سيرش. زي ما برضك اتكلمنا في السلايد اللي فاتت، احنا كنا بنتكلم على السيرش
في الايدج سيرفيسز ذا بيست امبلمنتيشن او ذا بيست تول تو بي يوزد هير از الاستيك سيرش. لو بنتكلم على الداتا فيجواليزيشن احنا بنتكلم على كيبانا. كيبانا طبعا موجوده في الايدج سيرفيسز ودي وان اوف ذا بيست تولز في الداتا فيجواليزيشن، وهي نقدر نقول ان الريت بتاعها بيعلى. الاوبزرفابيليتي observability هنا احنا طبعا observability اهميتها مهمه جدا لو احنا بنتكلم على الكلاود نيتف اركتكتشر، لان احنا عملنا امبلمنتيشن لل 12 فاكتور برنسبلز، فبالتالي الاوبزرفابيليتي بتديني لازم تديني يعني انا عايز اعمل مونترنج وعايز ميتريكس عايز ميتريكس عن الداتا. انا عندي دايناميك انفايرمنت، ازاي اقدر اتحكم في الدايناميك انفايرمنت؟ ازاي اقدر اعمل لها مونترنج؟ طبعا الاستيك ستاك ادتني سويت للاوبزرفابيليتي في بقدر اعمل لوج للداتا نفسها، ويب لوج زي ما انتم شايفين كده، ويب لوج، اب لوج، داتابيز لوج، كونتينر لوجز، في لوجز بقى تانية كمان موجوده تانية هنا كتير، في تفاصيل كمان. عندي اقدر اعمل متريك على اللوجز ديت، يعني انتم زي ما انتم شايفين كده كل واحده بتبقى انبوت للثانيه. اقدر اشوف مثلا الكيسز بتاع يعني الكونتينرز نفسها، انا عندي مثلا 100 كونتينر، طب كم كونتينر بيشغل كويس، طب كم كونتينر فيه مشكله، طب انا محتاج حاجه ثانيه مثلا داتابيز متريكس عن الداتابيز نتورك نفسها، تقدر تديني انسايت عن النتورك اللي عندي. الاستورج نفسها، هل الاستورج نفسها لسه تحت الثريشولد ولا انا محتاج اعمل لها سكيلابيليتي. موضوع الميتريكس مهمه، لان الميتريكس نفسها بتساعدني ان انا اخلي الانفايرمنت، ممكن اوصل للانفايرمنت بتاعت اوصل بها الماتوريتي 5، ماتوريتي ليفل 5 في الديف اوبس، بحيث الانفايرمنت عندي تبقى اوتو سكيل، اوتو سكيلنج، بمعنى ان انا حسب الميتريكس ديتا اللي عندي اقدر اسكيل اب او اسكيل داون حسب ما الداتا اللي انا عاملها كونفيجريشن في الميتريك، في الميتريكس نفسها مهمه جدا. لما بنتكلم طبعا ابلكيشن بيرفورمانس يبدا يديني انسايت عن الابلكيشن نفسه، البيرفورمانس بتاع الابلكيشن، الريسبونس نفسه عامل ازاي، الابلكيشن اب تايم بتاعه، الحاجات اي حاجه لها علاقه بالابلكيشن نفسه، ديستريبيوتد تريسنج لو انا عندي مشكله اقدر اتريس المشكله ازاي، ديبندنسي مابنج للابلكيشن نفسه. طبعا في كلام كتير جدا اوبزرفابيليتي، اعتقد ان الاوبزرفابيليتي لوحدها كان ابو همام ادى عليها سيشن قبل كده، وهي فعلا من الحاجات المهمه جدا، لان هي نقدر نقول ده الحارس او ده خلينا نقول الحارس اللي هو واقف بيشوف الدنيا عامله ازاي، يبدا يدي تنبيهات عن السيستم نفسه. نتكلم على السكيورتي، طبعا دي من الحاجات الجديده اللي انضافت من الاستك ستاك. بنتكلم على السكيورتي للنودز نفسها الموجوده عندي، سواء كانت نتورك نودز او سواء كانت فيرتشوال ماشينز. بنتكلم على الداتا اناليسيز، سكيورتي داتا اناليسيز على الداتا نفسها اللي هي كوليكتد في الاليستيك سيرف. انتجريشن، طبعا احنا بنتكلم هنا في الانتجريشن لوجستاش، واللوجستاش هنا انا بشبهه ده للسنتر بلاير، يعني احنا بنتكلم كاكزامبل، يعني ده زي محمد ابو تريكه كده عندنا، يعني واحد في السنتر كده واقف كده وبيقسم، يعني او ممكن يسمح لغيره انه يعدي يعني للاعبين التاني، بس هو دوره مهم جدا في النص، وده اعتقد ان ده من التولز المهمه اللي عملت انريتشمنت في الاليستيك ستاك. طبعا هو احنا زي ما احنا شايفينه موجود في الانتجريشن لاير، فده جزء من الانتجريشن لاير في الكلاود نيتف اركتكتشر. الإلاستيك ستاك بزنس فاليوز، معلش يا جماعة أنا ماشي بسرعة بس علشان التايم. الإلاستيك ستاك زي ما احنا شفنا قبل كده، إلاستيك ستاك is a cloud native stack which means إن الإلاستيك ستاك have the full advantage of cloud native services model. زي إيه مثلا؟ زي مثلا availability, data management, design and implementation, messaging, management and monitoring, performance scalability, resilience اللي انا الانفايرمنت نفسها يعني انا عندي mature environment، حس الانفايرمنت نفسها لو انا في حاجه عندي وقعت اقدر ارجعها تاني بسرعه.
هو اصلا اوريدي يعني هو بيجين الحاجات دي، هو بي امبلمنت الكلاود نيتف برنسبلز. اخر حاجه عندنا اللي هي السكيورتي، من ضمن الحاجات اللي هو الفول ادفانتج اللي هي نقدر نقول جيند باي الاستيك ستاك از ا كلاود نيتف ستاك. طيب حاجه مهمه جدا من ناحيه البيزنس، تركيبه او الاركتكتشر نفسه بتاع بتاع الاليستيك ستاك. يعني خلينا يا جماعه الخص النقطه دي في حاجه مهمه جدا، لو انتوا عايزين تشوفوا حد فعلا بيمبلمنت، هو مش مايكرو سيرفيسز بس، حد فعلا بيمبلمنت الاسنس بتاع المايكرو سيرفيس بشكل سليم وبشكل صح، هي اليستيك ستاك. هنلاقي كل سيرفيس اندبندنت عن السيرفيس الثانيه، لكن في كوهيرنس بينهم، في ترابط بينهم. حاجه ثانيه، انا اقدر اعمل اقدر ريبليس سيرفيس واحط سيرفيس ثانيه مكانها. فالالاستيك ستاك هو سبورت بزنس وذ ريتش سولوشن، الفلكسبيليتي اللي موجوده فيه بتساعد ان انا اكستندو، ان انا انتجريته مع حاجات كمان مش الاستيك ستاك كومبوننت، لا انتجريته كمان مع نون الاستيك ستاك كومبوننتس. طبعا بيشتغل يعني بيشتغل بتناغم مع بعض. ثالث حاجه عندنا، احنا بنتكلم كمان الالاستيك ستاك فري اند اوبن سورس كوميونتي supported with enterprise license as required. يعني هو open source، لكن وجود enterprise license على فكرة ده مش عيب، بالعكس ده إضافة للإلاستيك ستاك. في وقت من الأوقات أنا بحتاج إن يكون فعلا في enterprise support لي، ده يعني enterprise support لي البرودكت اللي أنا بشتريه أو البرودكت اللي أنا بتعامل معاه لو كان open source، لأن ده بيديني نوع من أنواع الطمأنينة إن أنا لو حصل مشكلة أقدر فعلا على level of enterprise scale أقدر أسبورت البرودكت ده. حاجه تانية كمان، ان اليستيك بتقول للناس انا الكومبوننتس بتاعتي، هو طبعا مفيش يعني اليستيك عدت المرحله ديت، بس بتقول للكاستمرز بتوعها، بتقول للكلاينتس انا الكومبوننتس بتاعتي السيستم بتاعي مستخدم اون ذا انتربرايز ليفل سكيل. اخر حاجه معانا هنا، الاليستيك ستاك از بورتابل اكستندبل اند ريبليسابل. يعني بافتراض ان انا يعني فور اكزامبل انا مش هستخدم الاي بي ام بتاع الاستيك، اقدر استخدم اي بي ام تول ثانيه مفيش مشاكل خالص. لو انا مثلا مش هستخدم بيتس اقدر استخدم حاجه ثانيه غير البيتس. لو انا مش عايز استخدم كيبانا اقدر استخدم حاجه ثانيه غير كيبانا. لو انا عايز استخدم كيبانا وعايز اركب حاجه ثانيه اقدر اعمل حاجه زي كده. شايفين التوليفه نفسها بتاعت الاستيك، يعني فعلا بيمبلمنت الاسنس بتاع الميك سيرفيس نفسها، او نقدر نقول مش الميك سيرفيس بقى، الاسنس بتاع الكلاود سيرفيسز. في فلكسبيليتي، في ريزيلينس، في نقدر نقول الشغل السليم، الشغل الصح للمودرن ديزاين بالنسبه للبرودكت نفسها. ده اخر سلايد معانا. احب اشكركم، بس قبل ما اشكركم بس انا محتاج اوريكم حاجه زي ما اتفقت معاكم. نخش على الكلاود، كلاود نيتف كومبيوتنج فاوندري. في سلايد هنا يا جماعه فيها الريفرنسز، ده الويب سايت. الويب سايت ده يعني بعد ما نخلص لو حد ما دخلش عليه قبل كده يشوفه، بس يفضل لو انتم محتاجين تعرفوا تسالوا فيه يعني اسالوني او اسالوا حد استخدمه قبل كده، لانه نقدر نقول ليتل بيت كومبلكس شويه، او محتاج يعني ان احنا نكون اتعاملنا معاه، يعني نتعامل معاه يعني نكون احنا قعدنا فتره شويه في التعامل معاه لان الكونتنت فيه كبير يعني. فهنيجي هنا على البروجكت هنا ونشوف الانتر اكتف لاندسكيب، ده السلايد رقم 3 اللي انا وريته لكم. في هنا فلترز، فاحنا ممكن امبلمنت هنا مثلا، طبعا انت ممكن تداونلود ده از بي دي اف او بي ان جي، ممكن تكبر وتصغر الدايجرام الموجود عندنا، لكن ممكن تعمل افضل من كده كله ان احنا نعمل نعمل فلتريشن. فنروح نعمل فلتريشن، نختار باي اورجانيزيشن، نختار الاستيك. طبعا هنلاقي ان الاستيك موجود معانا هنا في الاوبزرفابيلتي اند اناليسيس، هو حتى الان ظاهر في الجزئيه ديت زي ما احنا شفنا برضك واحنا بنبرزنت السلايد. البيتس موجود في المونترنج، في اللوجنج موجود معانا الاليستيك، وموجود معانا الجوستاش، في التريسنج موجود معانا الاي بي ام. انتوا ممكن تفتحوا الويب سايت وتشوفوه. من ضمن برضك انا حاطط لينكس على بصراحه مايكروسوفت عندها كونتنت رائع في موضوع الشرح للكلاود نيتف، للديزاين باترنز الكلاود سيرفيس.
اللينك ده موجود معاكم. الكلاود ديزاين باترنز، وده اللي شرحت منه التويل فاكتور. طبعا في الويب سايت بتاع التويل فاكتور نفسه، بس مايكروسوفت مسهله الدنيا شويه. ده الويب سايت بتاع التويل فاكتور موجود معاكم، لو انتوا عايزين تشوفوا كل برنسبل ان ديتيل. احنا بنتكلم هنا عن الكود بيزد بنسيت ده، الحاجات اللي احنا شرحناها. حاجه اخيره اوريها لكم هنا في اللاندسكيب. خلينا نشوف السبونسرز. في البريميوم هنا هنلاقي مين معانا، ده اللي انا عايز اشاور عليه. هنلاقي معانا الاي دبليو اس، هنلاقي موجود معانا الجوجل كلاود، وهنلاقي موجود معانا برضك مايكروسوفت اجور. ف اللي انا عايز اقوله هنا ان نقدر نقول الجاينت كومبانيز او الجاينت فيندرز اوف كلاود بروفايدرز زي اي دبليو اس، مايكروسوفت او جوجل كلاود، او حد مثلا زي ابل كده، ابل زي ما انتم شايفين، دول من السبونسرز البلاتينيوم للكلاود نيتف كومبيوتنج. يعني اتمنى ان انتم بعد الميتنج ان شاء الله تشوفوا الويب سايت ده وتشوفوا الكونتنت الثاني. ده وقت الاسئله وانا معاكم ان شاء الله. شكرا يا هشام، الله يعطيك العافيه. صراحه يعني سيشن جدا رائعه، وخلتنا نربط الالاستيك ستاك بشكل عملي اكثر من ناحيه اركتكتشر بوينت اوف فيو. الاخوان اللي عندهم اي سؤال ممكن يتفضل مباشره، او ممكن لاحقا بعد السيشن ممكن على الميت اب او على الواتس او على حتى اليوتيوب لينك بعد ما نرفع ان شاء الله التسجيل على اليوتيوب. والله يعطيكم العافيه جميعا. ترى يعني فرصه ذهبيه انه تستفيدوا الان من هشام، سواء في الاركتكتشر او حتى في الاركتكتشر كلاود نيتف مع إلاستيك، لانه هشام يعتبر صراحه من الناس المميزين في الاركتكتشر في السعوديه كلها ان شاء الله. الله يجزاك، شكرا جزيلا. ما حدش عنده اسئله يا جماعه ولا ايه؟ المفروض انا كنت متوقع ان يكون في اسئله. في الاخ مروان عنده سؤال على الشات كتبه يا هشام. تمام. 5 ماتوريتي ديف اوبس. تمام. احنا عندنا طبعا لو انا بعمل حاجه زي ما انتم شايفين كده، احنا بنتكلم على مترك. اي حاجه ببدا فيها لازم يكون عندي نوع من انواع انا عايز اعمل اقيس انا فين، الليفل بتاعي فين، عشان احدد التارجت بتاعي. فانا الديف اوبس 5 ماتوريتي ليفلز. طبعا معظم الناس اللي هم يعني عايز نقدر نقول ايه، من اول ماتوريتي ليفل 3 ابدا اقول ان الاورجنايزيشن ديت بتتجه ان هي فعلا يبقى عندها مودرن مودرن انفراستراكشر، مودرن ديفلوبمنت بروسيس، بتادوبت اجايل. اي حد تحت ليفل 3 ما ينفعش انه امبلمنت اجايل، في مشكله هيبقى هيقابله مشاكل كتيره جدا. يعني نقدر نقول ان ماتوريتي ليفل 5 وماتوريتي ليفل 4 وماتوريتي ليفل 5 دي بتعمل نقدر نقول ايه، بتمكن ان اي حد يوصل. طبعا كل ليفل ليه كرايتيريا معينه. يعني مثلا انا اتكلمت على ليفل 5، فليفل 5 بيتكلم ان من ضمن الكرايتيريا ان الانفايرمنت يبقى فيها سيلف هيلينج. سيلف هيلينج ده ما بيوصلوش الا حد مثلا زي فيسبوك، حد مثلا زي ابل، حد مثلا زي مايكروسوفت او اي دبليو اس. سيلف هيلينج بمعنى ان، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في السلايدز نفسها، الانفايرمنت نفسها وصلت ل، يعني مثلا انا بتكلم ان اللوجز نفسها بتاعه الاليستيك سيرش، هم عندهم ماشين ليرنينج، في ماشين ليرنينج على الكونتنت بتاع اللوجز نفسها. الماشين ليرنينج ده بيبدا يديتكت البيهيفير ويبدا ياخد اكشنز على اللوجز اللي وصلت عندي، بحيث ان يبدا مثلا يقفل حاجات، يفتح حاجات، يسكيل سيرفيسز، او ان بعيد برضك عن الموضوع ده، المونيتورنج سيستم نفسه لو لقى مثلا كونتينر وقع، الكونتينر ده يبدا يشوف المشكله جايه منين، يبدا يعالج الموضوع ده من غير ما يكون فيه هيومن بينج انتر اكشن. فده طبعا اعلى حاجه بنتكلم برضك ده من ناحيه الانفايرمنت. من ناحيه برضك الاجايل بروسيس، بتبقى الاجايل بروسيس نفسها مور ماتيور، في نوع من انواع الـ
كولابوريشن ما بين الديفرنت تيمز، الريليز ماشيه في تايم نقدر نقول ما بتتاخرش، يعني كأن ساعه ماشيه كده بالظبط. ده ملخص بس عن الديب اوبس ماتيوريتي ليفلز، اتمنى بس اكون وضحتها. يعني لو احنا كتبنا على جوجل وعملنا سيرش على ديب اوبس ماتيوريتي ليفلز هتظهر عندك ان ديتيل ان شاء الله، وتقدر تعرف عنها معلومات اكتر. معلش انا مش مستخدم قوي، انا عايز اوصل للشات. الشات، ايوه الشات بيكون تحت يا هشام، البار اللي تحت. تمام شكرا. تمام طيب، باعتبار ما في احد عنده اي سؤال اخر، الله يعطيك العافيه يا هشام، شكرا جزيلا لوقتك، وباذن الله يعني نلتقيك في سيشن قادمه مع إلاستيك كوميونيتي باذن الله. وشكرا، شكرا لك أبو أمام، شكرا لكل جزيلا الحضور، على استضافتي، وشكرا للشباب اللي حضروا النهارده معانا. شكرا جميعا، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.